وين راح ايش راح يدور ببيتهم؟ الو واو وصلنا الدوز اقعد ابو جهاد يلا بعد لك محاولة صوت عندي ناصي نيتك مو صافي تفضل بهاي الجراحيه السوداء سراحيه السوداء قصدك بالتحفيه لونها اسود اللي هي بالمكتب صحيح؟ اي سراحيه نفسها سراحيه ماكو كل واحد عنده محاولتين مو اكثر بعد يعني انت هسه الفرصه الاولى قلت بالكوشه والفرصه الثانيه بالتحفيه السوداء خسرت خسارة تحياتنا لك ابو جاسم ولكل الانبار شكرا على اتصالك انا عجبني هذا ما عجبني الخير وعلى البركه جت بهيجه ايه قلبي